ومعنا من دبي الخبير في تقنية المعلومات أيمن عيتاني. سيد أيمن أهلا وسهلا بك ضيفا كريما على سكاي نيوز عربية. هذه التقنية المنتظرة ربما كورونا سرعت يعني طرحها من خلال شركة فيسبوك اليوم، فيك تفسر لنا أكثر ما هي هذه التقنية، على ماذا تعتمد، كيف حيكون شكلها في المرحلة المقبلة؟ هاني اللي قلته انت بمحله انه كورونا سرعت. لو انا لما حكيت مع ناس بعرفهم بمؤسسه فيسبوك لما انشروا هيدي التقنيه الجديده، قالوا لي ايمن نحن كنا ناويين لاخر سنه 2020 او اول 2021 انه يكون عندنا هيدي التقنيه تكون موجوده، بس قد ما في مؤسسات بالبلدان العربيه وعالميا تاثرت، يعني فوق 30% من المؤسسات يا اغلقت ابوابها او قريبا ان تغلق ابوابها، فاضطروا يكون في سرعه اكبر باطلاق هذه الاداه، وهن اطلقوها هلا بشهر 5 وحتكون موجوده بالبلدان العربيه بالسعوديه والامارات بشهر 6 و7. وهي بعدها يعني بعدهم عم يطوروها، بس أطلقوها هلأ لحتى يلحقوا المؤسسات يلي بعدها شوي فاتحة تضلها تلحق شوي إنه تقدر تضاين تاخد نفس بالظرف اللي نحن فيه. نعم، خلينا نفسر شوي أكثر شو هو. نعم، نحن عادة هلأ قبل الحجر الصحي كنا نروح هاني على المحلات، كنا نشتري، كنا نشوف غراض، هلأ بالحجر الصحي مش عم نروح على محل، فأصحاب هيدي المؤسسات بيحتاجوا لطريقة ليوصلوا فيها للناس، وأصحاب هذه المؤسسات عادة تركيزهم قصوا منيح منهم تركيزهم أنه على المحل، على واجهة المحل التجاري اللي بتكون موجودة بالشارع بالطريق يعني أو بالمركز التجاري، قليل ما يفكروا بموضوع الانترنت. فهلأ هني مضطرين بين ليلة وضحاها يطلعوا الانترنت وهني منهم جاهزين لا نفسيا ولا تقنيا ولا الفريق اللي بيشتغل معهم حاضر لهالبول، فبيحتاجوا لأدوات معينة لحتى يقدروا ينقلوا هالمتجر من المحل التجاري اللي عندهم اياه لا 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 لمكان افتراضي. نعم، وتاني شغله اصحاب هالمتاجر بدهم يتعلموا على كيف بدهم يعملوا دعايات فعاله على انستغرام وفيسبوك وواتساب وغيره ليقدروا الناس تعرف انه هن صاروا موجودين على الانترنت، هالمنتجات موجوده وكيف يوصلوا. نعم، اللي عملته فيسبوك عملت متاجر فيسبوك متاحة على تطبيق فيسبوك الأزرق، على إنستغرام وعلى تطبيق واتساب وعلى ماسنجر. نعم، يعني نحن عم نحكي عن متجر لفيسبوك من خلاله أنت بتقدر تخلق لك بروفايل، ربما هذا البروفايل هو باسم المتجر الخاص بك ومن خلاله بتقدر تعرض الخدمات التي ممكن أنت بتقدمها. صحيح، فبيكون كل متجر باسم المتجر، بتكون المنتجات ضمن هيدي المتجر هي المنتجات الخاصة يلي عادة الواحد بيبيعها بالمحل يلي هو فيه. نعم، يعني إلى حد ما مثل تقنية التي تتبعها اليوم أمازون في هذا الإطار، أنها بتفتح مجال لمتاجر معينة أنه يكون عندها عناوين داخل متجر أمازون. هل بتعتقد أنه هذه التقنية الجديدة من فيسبوك ممكن تكون حتعمل نوع من صدمة لأمازون، حيكون في تضارب بين هاتين الشركتين العملاقتين؟ هلا هي رح بتأثر على أمازون، رح بتأثر على 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 مؤسسة شوبيفاي اللي هي كان عم بتساعد كثير المؤسسات يكون عندهم صفحة على الإنترنت، رح بتأثر هيدي على الكل، بس كمان بيكملوا بعضهم لأنه مؤسسة أمازون عندها هي كمان تقنيتها الخاصة وعندها كمان طرق خاصة لناس تكتشف هالمنتجات وتوصل لها، ومؤسسة فيسبوك عن طريق دعاياتها وكيف فيها تصيب بالدعاية الطريقة، فعم تقدر تستقطب غير نوع ناس عم تشتري. فهني صاحب المتجر ضروري يكون عنده قدرة انه يستوعب هالتقنيات. اذا بعده مش مبلش ولا شيء، اذا بلش في متاجر فيسبوك كتير حتساعده، لانه حتفتح له عالم انستغرام فيسبوك واتساب، لأنه كتير من الناس عم تشتري على الإنترنت عم تصل عن طريق واتساب بتوصل لي على المنطقة عندكم هالقميص باللون الأحمر مش الأخضر، إذا بدي إذا هذا المنتج ما كان منيح فيه استرد يعني فيه ردوا لعندكم. يعني فعلا يعني أنت عم بتشير على نقطة كتير مهمة أيمن، إلى أي مدى ستغير هذه التقنية ربما شكل التسوق عبر العالم؟ يعني باقي كان فيسبوك وإنستغرام يفوتوا في هذا الإطار حتى تنهي عملية التسوق ربما التقليدي ويصير كل عملية التسوق هي عبر منصات التواصل الاجتماعي اليوم.
هني تركيزهم واضح. هني أنا عم بدرس من أول ما أطلقوه من أسبوعين تقريبا، أنا من 10 أيام حتى أقل من هيك، أنا عم بدرس على صعيد يومي، عم شوف هني بطريقتهم العمينة هني هاني عم بيجربوا يخففوا الخطوات يلي بيحتاج الشخص لحتى يشتري. يعني بكبسة واحدة انت فيك، انت اذا انت عجبك المنتج بتشوفه، اذا عجبك بتقول له انا حاشتري، بس يشتري فيسبوك بيعرف انت مين، وبيعرف انت وين، يعني وين انت وين بيتك. اذا انت مشتري، انت اشتري مره واحده بيحفظ كل شيء فيسبوك، بيعرف انت مين، وين انت عاده بتحب انه يوصل هذا المنتج وطريقه الدفع. فهيك ساعتها كل ما تشتري بعدين خلاص حافظ هالمواضيع كلها فيسبوك، بطلت تحتاج انت كل مره بتحط طريقه الدفع، بتحط انا بيتي بالمنطقه، بتحط كل هالمعلومات. فهيدي بتخفف الخطوات وبتخلي طريقة انك تشتري هالمنتجات اسهل وافضل لك. فعلا ايمن، كلنا متحمسين تنشوف هذه التقنية الجديدة من فيسبوك. اليوم الخبير في تقنية المعلومات ايمن عيتاني، شكرا جزيلا لك.